توالت المساعدات الإغاثية السعودية للقطاع برًا وبحرًا وجوًا على ضوء اتفاق الهدنة الذي سيستمر 4 أيام بين الفصائل وإسرائيل. فالطائرة السعودية الإغاثية 19 وصلت إلى مطار العريش، وشاحنات الوقود تعبر معبر رفح الحدودي، وهناك تحضيرات لتدشين جسراً بحرياً سعودياً لمساعدة سكان القطاع، مما يشكل حشداً كبيراً للموارد وبكميات كبيرة من شأنها أن تصنع الفارق في الجانب الإغاثي والإنساني. يأتي ذلك بالتزامن مع سريان اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل لمدة 4 أيام، ويتضمن إدخال 200 شاحنة يومياً من المواد الغذائية والطبية لكافة مناطق القطاع. وفي إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة الإغاثية السعودية 19 متوجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل القطاع. وتحمل طائرة الإغاثة على متنها مساعدات غاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. كشف الدكتور سامر الجتيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تدشين جسر بحري سعودي لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، سيكون بمستوى الجسر الجوي نفسه، وسيشمل حشداً كبيراً للموارد وبكميات كبيرة، ومن المتوقع أن يحمل آلاف الأطنان من المساعدات خلال فترة زمنية قصيرة. أما برًا، فقد دخل 7 شاحنات عبر معبر رفح الحدودي، بينها 4 شاحنات غاز طهي و3 شاحنات وقود، بعد الاتفاق على الهدنة والسماح بدخولها. ومن المتوقع أن يصل إجمالي شاحنات المساعدات التي ستدخل غزة إلى 230 شاحنة. بعد أيام طويلة من المفاوضات على وقع الحرب الدائرة في القطاع، تنفس الفلسطينيون الصعداء مع توصل طرفي النزاع إلى هدنة إنسانية بوساطة قطرية لقيت ترحيباً دولياً. وكانت قد اشترطت الهدنة دخول أكبر عدد من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. وتأمل السعودية أن تتحول هذه الهدنة المؤقتة إلى وقف شامل لإطلاق النار، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية السعودي في الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي بلينكن.